يا ترى ايه اللي حصل في القاهرة النهاردة؟ وليه قادة المال والاستثمار في اوروبا جايين مصر النهاردة؟ وايه علاقة كل اللي بيحصل بالدولار؟ تعالوا نشوف ايه اصل الحكاية. بانكير نبض البنوك. الحقيقة ومن غير مبالغة اللي بيحصل في مصر اليومين دول حاجة عظمة. طيب ليه عظمة؟ لأن مصر من حوالي شهر كانت بتمر بأسوأ فتراتها الاقتصادية من غلاء فاحش وسوق سودة متوحشة وأجواء سلبية صعبة على المواطن، والأصعب إن الأزمات كانت بتزيد والمواطن مش شايف أي أمل. والنهاردة الوضع اتقلب 180 درجة، من أزمة لانفراجة، من نقص حاد الدولار لفائض، من مضاربة لاختفاء السوق السودة ورجع الدولار للبنوك وسعره بينزل برضه، وبقى الدولار رسمي ورجعت التحويلات للمصريين وهيوصل في البنوك السنة دي 30 مليار دولار بالتمام والكمال، وكمان في دولار جاي من كل حتة. وبنفكركم مثلا ان البنوك هتستقبل 20 مليار دولار من جهات تمويل دولية، وده على دفعات بعد اتفاق صندوق النقد الدولي الاخير، وفي مليارات صينية جاية اكتر من مليارات راس الحكمة، وفي كمان الاستثمارات التانية في المناطق الاقتصادية الضخمة وراس جميلة، ودي كلها بقت صفقات معلن عنها، ده غير اللي لسه بتتفاوض عليه الحكومة، وده كله غير المليارات اللي جاية من برنامج الطروحات الحكومية والموارد التانية زي السياحة والتصدير وترشيد الاستهلاك والاستيراد واللي وفرنا منه 13 مليار دولار في سنة واحدة، وده غير برامج مبادلة الديون باستثمارات زي ما حصل في صفقة رأس الحكمة والتبادل التجاري بالعملات الوطنية مع بعض الدول. يعني من الاخر كده، لو كاتب خيال علمي ما كانش هيتوقع انتقال مصر من قلب العاصمه لقمه الاستقرار ومن الفوضى للانطلاق. الجديد بقى ان في النهارده وفد اوروبي رفيع المستوى بيزور مصر دلوقتي، وده من بين التغير برضو في المواقف الدوليه لمصر، وبيترأس الوفد شخصيا رئيس المفوضيه الاوروبيه اورسلا فوندير لاين ومعاها رؤساء وزراء ايطاليا واليونان وبلجيكا. فيا ترى الوفد رفيع المستوى ده جاي مصر ليه؟ شوف حضرتك، الوفد ده جاي مصر عشان اتفاق تاريخي لرفع مستوى العلاقات لمستويات شراكة استراتيجية وتقديم دعم لمصر قوي وغير مسبوق، زي الإعلان عن تمويل واستثمارات بمليارات اليوروهات، وكمان الاتحاد الأوروبي هيعلن استعداده لدعم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب لأنه بيواجه ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات وتقديم التمويل والتقدم المصاحب لهذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، ويفتح الإمكانيات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص. وسبع ده التأكيد على ان التكتل الاوروبي جاي مصر بكرة عشان يعلن تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة اجمالية تقارب 7.4 مليار يورو، ويكون عبارة عن مزيج من الملح والقروض مع التركيز على توجيه 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر في صناعات زي الهيدروجين الاخضر والزراعة وادارة المياه، وكله في النهاية زخم في سوق الدولار واستدامة التدفق. كان معاكم مصطفى ابراهيم من بنكير. بانكير نبض البنوك.